بالنسبة للسؤال الثاني حول كندا، شفنا هذا الخبر. نحن نهائيا ما لنا مهتم به ولا يعنينا، وذولا السيادة ولا نقبل ولا رقاج مهما كان علاقته بنا، صديق والله ايا كان، انه يتدخل في شؤوننا الداخليه بشي ما هو. هذا الموضوع عند العداله، ونحن عدالتنا ندور نحموها، ندور نحموها، ما نحن لا نتدخل في امورها، والملفات المعروضه قدام العداله لا هنا لا ما لا نقبل نتدخل فيها، ومن ما نقبل نحن نتدخل فيها، ما لا نقبل حد اخر يتدخل فيها نهائيا. وبالتالي قادرين على نحموها من تدخلات الاخرين، ورافدين نحن ايدنا عن قضيه عند العداله ما لنا نهائيا متدخلين فيها بحال من الاحوال. وكحكومه ما لنا طرف في الموضوع، كلكم يعرف اطراف الموضوع منهم، كلكم يعرف ان الطرف المدني صحافي منكم شاكي، والقضيه انتم هم الصحافه هم الشاكين من المعني، بيستو به العداله وبينكم انتم هو شغل العداله. نحن بعد ما لنا داخلين بينكم انتم هو نهائيا. يا غير مأكدين لكم ان اللي ما لنا نقبلوا حد ان عدالتنا ندور نحموها. كيف نحموها؟ بكف ايدينا احنا عن التدخل فيها، ندور نحموها من الاخرين.